فاكر عزت هطلبك تاني زي ما حمزه توقع. معتز حاول يهرب عيلته بره مصر. يبقى اكيد بلغوه اننا منعناهم من السفر. بالظبط كده. وساعتها معتز مش هيبقى قدامه حل تاني غير انه ينفذ اللي طلبنا منه. حلو قوي. كده احنا ماشيين زي ما احنا عايزين بالظبط. بتعمل ايه؟ متعبش نفسك يا باشمهندس. فكنا يا صالح، فكنا احسن لك لحظه قسما بالله. هتعمل ايه يعني؟ اقول لك انا هتعمل ايه؟ ولا حاجه. عارف ليه؟ علشان انت مش هتخرج من هنا تاني ابدا. مقدم حمزه، انا معتز. بحاول اتصل بسليم لكن ما بيردش عليا، انا مش عارف ليه. خليك وراه وما تسيبوش لغايه لما يرد عليك، وتعمل اللي قلته لك بالحرف. كلمه زياده، كلمه غلط، انت عارف كويس قوي هيحصل فيك ايه. معتز، ما تشغلش بالك بحكايه السفر دي. ما تضيعش وقتك. المره دي سيبنا مراتك وعيالك يروحوا، المره الجايه هيشرفوا عندنا، وانت فاهم ده معناه ايه. توصل لسليم وترد عليا. شيخ جابر، معتز شهاب قاعد بيتصل على موبايل سليم وبعت له الرسالة دي. وده عايز ايه دلوقتي؟ معرفش والله يا شيخ جابر. تحب نكلمه ونفهم منه ايه اللي بيحصل؟ لا سيبه دلوقتي، انا بكلمه بعدين وافهم ايه الموضوع. المهم دلوقتي نخلص من موضوع سليم. وقررت يا شيخنا؟ زي ما انت قلت يا صالح. خلاص. ما بقيناش محتاجين له. رحت الفندق ليه يا سليم؟ مراتك كانت هناك مش كده؟ بعد كل اللي حصل وكل اللي قلناه في الآخر برضو اخترتها. بعد كل اللي عملناه معاك استحملناه، برضه في الآخر عايز تسيبنا وتروح لها. يا خسارة يا سليم، للدرجة دي بتحبها؟ دي ما بتمشيش معايا. فعلاً انت عمرك ما كنت معانا ولا عملت برسالتنا. فوق بقى، فوق كفايه تمثيل. انا وانت هنا لوحدنا، ما فيش حد موجود. مش لازم تطلع لي عده النصب دي. عقيده يا سليم،
عقيدة هفضل طول عمري حارب علشانها. عشان غير من ساعة ما جيت هنا وأنا بفكر واحد زيك عايش العيشة دي ليه؟ ملقتش إجابة غير إن أنت فاشل وجاهل. رحت لميت شوية العيال الغلابة دول حواليك بالكلمتين اللي أنت حفظتهم وضحكت عليهم بيهم وضحكت عليهم باللقمة اللي بتديها لهم فحسسوك إنك ملك وأنت ولا حاجة. أنت لو جابولك السلطة لغاية عندك مش هتعرف تعمل بيها حاجة لأنك فاشل وجاهل وغبي وآخرك تضرب بالرصاص. بس أنا كمان غبي. غبي عشان جه وقت مشيت ورا واحد زيك. أنت فعلاً غبي يا سليم. عارف ليه؟ علشان الجاهل اللي واقف قصادك ده عارف يجيبك يا باشمهندس يا متعلم يا بتاع المدارس ويخليك تعمل اللي هو عاوزه برضاك. بقيت ملكي يا سليم، ملكي. كل اللي انا عايزه منك بتعمله. انت راضي؟ شوف يا سليم، زي ما رحمتك من حكم الإعدام زمان جه اليوم اللي نفذه فيك دلوقتي. صح. ايه دي كمان مش قادر عليها؟ لسه يا سليم، ميعاد موتك ما جاش. هسيبك كده لحد ما نخلص اللي ورانا وتشوف بعينك هنعمل ايه لما نوصل، لما تعرف غلطتك ساعة ما خرجت عن طعنة. ساعتها بس هيتطبق عليك شرع ربنا. صالح! أمرك يا شيخ. رد على رسالة معتز وقول له يجهز، أنا اللي هروح أقابله. طيب والباشمهندس؟ اعمل اللي بقول لك عليه من غير كتر كلام. حاضر يا شيخنا. ما قلت لك مش هنموت يا صالح. سليم هيموت يعني هيموت. دلوقتي بعدين هيموت وهتشوف. رد عليك؟ امتى وفين؟ فين؟ انت متأكد؟ طيب ماشي اتحرك روح له. طبعا تروح تقابله مستني ايه؟ وزي ما فهمتك. ايوه يا فندم، معتز اتحرك دلوقتي عشان يقابل سليم. ادخل. ايوه تمام يا حمزة، تمام باشا. طب بقولك ايه يا حمزة، اتصرف انت واحنا هنتحرك. مع السلامة. في يا صبري باشا؟ خير. معتز رايح يقابل سليم. فين؟ في محطة المترو. واحنا لازم نعمل حسابنا كويس جدا، لان لو اي حركة غلط سليم حس بيها وهو في وسط الناس هتبقى مصيبة كبيرة.
ساعات ما جيت هنا وانا بفكر واحد زيك عايش العيشه دي ليه؟ ما لقيتش اجابه غير ان انت فاشل وجاهل. رحت لميت شويه العيال الغلابه دول حواليك بالكلمتين اللي انت حفظتهم، ضحكت عليهم باللقمه اللي بتديها لهم، فحسسوك انك ملك وانت ولا حاجه.